طبعا ما حدش قدر يقفشه. ساعتها ما كان في انترنت سريع والسوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي، فكان سهل جدا موضوع انتحال الشخصية ده. على كده حضرتك بقى متخرجة من زمان قوي. لا مش من زمان قوي. عموما هو مش باين عليك خالص. هو حضرتك اصلا شكلك اصغر مني يعني، وبعدين الجمال جمال الروح. لا هو الحقيقه جمال اللسان. صح جمال اللسان طبعا. كفايه الكلام عني، اتكلم عنك شويه. دخلت حقوق القاهره بمزاجك ولا التنسيق وداك على هناك؟ لا بمزاجي، كانت رغبتي وكتبتها رغبه اولى كمان. وعديت بقى بشطارتك ولا بالغش؟ لا كنت شاطر. كان سن صغير قوي لما اكتشفت ان انا مختلف. انا فاكر وانا في المدرسه عمري ما ذاكرت او خدت دروس خصوصيه. لما المدرس كان بيقول حاجه في الفصل كنت بحفظها صم، وكانت بتدخل جوه دماغي ومش بتخرج ابدا. وفاكر كمان وقتها كل اصحابي وكل اللي حواليا كانوا شايفين ان الموضوع عشان دلوقتي سهل والفتره يعني بسيطه وكده، بس مع الوقت هيبقى اصعب ومحتاج مجهود. بس الحقيقه اكتشفت انه لا مش صعبه الحاجه. والجامعه؟ والجامعة بقى كمان. يعني لما دخلت الجامعة افتكرت بقى ان الموضوع هيتغير وهلاقي نفسي مسحول مثلا في مذاكرة وكتب ومراجع. بس الحقيقة اكتشفت انه لا، ان انا مختلف برضه عن كل الباقيين. الموضوع سهل مش محتاج حاجة يعني. طبعا زمان كنت عليا مغرور دلوقتي. العكس خالص، انت مش بتقول انك اذكى واحد في العالم، انت بس بتقول ان ربنا اداك موهبه مختلفه، مش كده؟ يعني اهو الحمد لله. الحمد لله. مش معنى حقوق. شكرا. يعني دي كانت حاجه شخصيه. شخصيه شخصيه، احنا مش في مقابله شغل. قولي وانا صغير ابويا وامي عملوا حادثه كبيره قوي بالعربيه الله يرحمه. بعدها انا واخويا رحنا عشنا مع ست جدتي، ولما كبرت اكتشفت ان كان في حد مسؤول، كان في تحقيق وقضيه، وكان في شخص مسؤول هو اللي كان السبب في الحادثه دي، وللأسف عرف يفلت منها وحقنا ضاع. ومن يومها أنا خدت عهد على نفسي إني مش هسيب حق يضيع تاني أبدا. وبقى في رغبة جوايا حقيقية إن أنا أدافع عن أي حد حقه ضايع. بس زين كان عنده حق. في ايه حضرتك؟ حاسب وسيبتك كويسه. ايوه زين كان عنده حق في ايه؟